هي قصة ترويها دموع النساء وحناجر الشبان عبر شوارع لندن عن بلاد يستوطنها الدم، سريلانكا، حيث الحرب التي لم تنتهي بين السلطات في كولومبو وما يعرف بنمور التميل الذين يطالبون بالانفصال عن الدولة المركزية وتأسيس دولة خاصة بهم. هي قصة حرب واحدة تروى بصياغ عدة. البعض كهؤلاء يحاول القول أنها محاولة من الحكومة لقتل المدنيين، أما الحكومة فترى فيها محاولة منها من أجل التصدي للتمرد. هنا تقلصت مطالب التميل مع اقتراب السلطات الرسمية من القضاء على الانفصاليين. جل ما يريدون الآن هو وقف لإطلاق النار وإيصال للمؤن وإنقاذ آلاف العائلة المحاصرة. نريد أن تتوقف الحرب وأن يوقفوا قتل الشعب التميل، هذا ما نريده. في سريلانكا الشعب يقتل، الشعب التميلي، نريد أن يوقفوا ذلك فورا. أكثر من 100,000 متظاهر بحسب الشرطة البريطانية تجمهروا في قلب العاصمة لندن وشلوا الحركة تقريبا في مساحة 3 كيلومترات منها، منهم من جاء راجلا وحيدا أو مصطحبا أسرته، ومنهم من تحدى العجز إيمانا منه بالقضية. البعض حمل أعلام النمور وآخرون ارتأوا استعارة بعض العبارات من أزمات أخرى كحل الدولتين، وقارنوا بين تعاطي المجتمع الدولي مع قضيتهم والتعاطي مع قضايا أخرى كما الحال مع العراق. الحكومة السريلانكية تمنع الإعلام من الدخول إلى المنطقة وكذلك المساعدات. على الجميع أن يسعى معنا، لأنه في حال عدم تحركنا الآن سيتم القضاء على عرقنا بالكامل. هذه التظاهرات وإن كانت الأضخم هي امتداد لمسيرات ووقفات احتجاج ينظمها التميل البريطانيون منذ بداية الشهر، وذهب احتجاج بعضهم إلى حد القفز في نهر التيمز قبالة مبنى البرلمان. علي هاشم، BBC، لندن.